صباح الخير، النهارده فيديو جديد من ازاي تعيش حياتك من غير الم في البيت. النهارده هوريكم تمارين زي ما كنت تعملوها في البيت تتحكموا فيها في اتجاه ركبتكم، تمارين لعضلات الاليه الجانبيه تتحكم في اتجاه الركبه. ناس كتير قوي بيبقى عندها مشاكل في ركبها نتيجه ان هم ما بيعرفوش يتحكموا في اتجاه ركبتهم مظبوط. التمارين دي هتبقى على الارض، هنعمل منها مستوى اول ومستوى ثاني ومستوى ثالث، المستوى الثالث هيبقى اصعب واحد. علشان اعمل التمارين دي هنزل على جنبي على الارض. من هنا انا هنزل على كوعي تحت كتفي بالظبط، الرجل اللي تحت متنيه زاويه 90 درجه والرجل اللي فوق مفروده على الاخر. من هنا انا هطلع رجلي اعلى حاجه عندي وانزل تاني بالراحه، اركز على ان انا انزل بالراحه. ممكن اعمل ده 3 مجاميع في 12 ل 15 عده. لو ده سهل ممكن اصعبه سنه عن طريق ان انا المستوى التاني افرد الدراع اللي انا كنت عليه بدل ما انا كنت على كوعي بطلع على ايدي، وده بيصغر او بيصعب الانقباض العضله في المدى الحركي ده. من هنا هفرد رجلي على الاخر، هطلع اعلى حاجه اقدر عليها وانزل تاني بالراحه، هطلع اعلى حاجه اقدر عليها وانزل تاني بالراحه. لو ده لسه سهل او عايز اصعبه اكتر شويه ممكن انزل تاني على كوعي، بس هفرد بقى الرجل اللي تحت واشيل وسطي خالص من على الارض. من هنا هزق وسطي لفوق اعلى حاجه اقدر عليها وارفع دراعي ده لفوق، ومن هنا ابدا ارفع رجلي اعلى حاجه عندي وانزل تاني بالراحه. في الحاله دي انا بمرن نفس العضله اللي فوق بمرنها وهي برده تحت على رجلي. التمرين ده مفيد جدا في التحكم في اتجاه الركبه. كل ما انا اتحكمت في اتجاه ركبتي داخله لجوه ولا طالعه لبره ده بيسهل عليا الحركه اليوميه.